دكتورة طيب أعيس، من هم المستفيدون من هذه الظرفية الاقتصادية الدولية ومن هم الخاسرون منها؟ طبعا المستفيد الأكبر تبقى أمريكا، هي المستفيد الأكبر من هذا كله. لماذا؟ لأن النفط كله في العالم يتداول بالدولار الأمريكي، والآن فهناك زيادة في الدولار، في يعني قيمة الدولار بالمقارنة مع العملات الأخرى، وبالتالي يعني هناك يعني أمريكا الآن تستفيد، وتستفيد كذلك في صراعها مع الصين ومع أوروبا. لا ننسى أن الأوروبيين يعني الآن تحت رحمة أمريكا وروسيا، وهناك عملية جذب وشد وجذب بين أمريكا وروسيا لخلخلة الوضع في أوروبا، وإضعاف أوروبا وإرجاعها إلى المستوى المطلوب. هذا كذلك من الموازين التي تعمل عليها أمريكا وروسيا في حربها واستغلال الغاز خاصة للضغط على أوروبا ومحاولة تحجيم الدور العالمي لأوروبا. وكذلك هناك الصراع بين أمريكا والصين، وأمريكا تستغل كذلك هذا يعني هذا السلاح، سلاح البترول، في مواجهة الصين وفي إعادة التوازن مع الصين. من غير الولايات المتحدة؟ لا ننسى، نعم تماما، ولا ننسى كذلك أن الدول العربية خاصة المنتجة للبترول في على المستوى القصير من مصلحتها زيادة في البترول، ولكن على المستوى المتوسط والبعيد فهي ستتأثر. لماذا؟ لأن هي تشتري كل حاجياتها من الخارج، ولا تصنع حتى غداءها، لا تصنعه، وبالتالي فهي ستتأثر بزيادة ثمن وتكلفة المواد المصنعة. وبالتالي إذا استفادت من زيادة البترول كمداخل فإنها تفقد هذه المداخل في يعني في شراء البضائع والغداء وغيرها. ولا ننسى كذلك أن عائدات البترول خاصة في الدول الأوبك غالبا ما تستعمل ليس في تطوير بلدانها، إنما تستعمل في البورصات الأمريكية والأوروبية وفي شراء الأسهم وفي يعني ودائع في البنوك الأمريكية والأوروبية. وبالتالي الذي يستفيد في نهاية المطاف دائما هم الأمريكان بالدرجة الأولى، وفي الدرجة الثانية الأوروبيين كذلك. طيب، وهنا لابد من إعادة يعني تقييم استراتيجيات حقيقية على مستوى الدول المنتجة، خاصة دول العالم الثالث والدول العربية والإسلامية التي تنتج البترول، يعني توظيف عائدة البترول لصالح بلدانها ولصالح أبنائها ولصالح يعني تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، وخلق حقيقة نسيج اقتصادي متكامل على مستوى هذه البلدان، بدل الاعتماد فقط على النفط وعلى الغاز. وهذا طبعا أظهر يعني ضعفه، وأظهر يعني حدوده، وأظهر محدوديته في تطوير هذه البلدان وإبقائها دائما يعني تحت رحمة الدول المصنعة، خاصة الأمريكية، أمريكا وأوروبا والصين كذلك، التي تصنع منتوجات وتصدرها لهذه البترول. وبالتالي الذي يستفيد في نهاية المطاف دائما هم يعني الدول القوية، وخاصة أمريكا وأوروبا والصين الآن. أما الدول يعني دول العالم الثالث المنتجة والمصدرة فهي فقط تستهلك ما ينتجه الآخرون. واضح، شكرا جزيلا لك أستاذ طيب أعيس.